بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدي أشرح لكم عن موضوع هو الأكثر أهمية في الألغوريثمز، اللي هو موضوع الوايل لوب أو الوايل بشكل عام. طيب بداية بدي أفرجيكم السينتاكس، بعدها مثال توضيحي بوضح لكم كل الفكرة بأبسط طريقة ممكنة. أول شيء السينتاكس أو طريقة كتابة الوايل، نكتب كلمة وايل أو في العربي ما دام، أو يعني ما دام هذا الكونديشن متحقق نفذ كل الجمل من دو لحد وايل بشكل متكرر. كيف يعني؟ يعني مثلا كان عندي متغير اسمه ان، مدام ان اكبر من 10 مثلا، تمام، بدي انفذ كل هاي الجمل. بعد ما اخلص برد بعمل تشيك على ان، هل ان لا زالت 10؟ ممكن هون مثلا زدتها او نقصتها زي ما بدي. هل لا زالت اقل من 10؟ اه، معناها برجع بلف كمان مره بنفذ كل هاي الجمل هيك. بعدين بس اخلص بعمل تشيك، هل لا زالت ان اقل من 10؟ اه، بعمل كمان مره. اذا بطلت اقل من 10 صارت ان 11، خلص فولس هذا الكونديشن، معناها بكمل من بعد اللوب، خلص خلص الوايل. اوكي، فهو طريقه كيف اني بدي احط مجموعه سنتنسز هون، طباعه، حسابات، اللي بدكم اياه، وهي الجمل بتصير دائما تتكرر لحد ما هذا الكونديشن يصير فولس. عشان توضح الفكره بطريقه احسن، اعطيتكم هذا المثال اللي هو بدنا نحسب معدل الارقام من 1 لحد 100، بدنا نحسب الافرج للارقام من 1 ل 100. طيب اول شيء عشان ما تكونوا يعني عشان تكون واضحه الامور بالالجوريثمز ولقدام بالسي، اي حد بيسالك عن افرج لازم دائما تتخيل انه بدي احسب السميشن وبعدها بقسمها على النمبر اوف اليمنتس، او مثلا لو كانت ستودنتس بحط النمبر اوف ستودنتس زي ما بدي. بس الفكره بحسب اول شيء السميشن وبعدين بقسمها على عدد هاي العناصر اللي انا بشتغل عليها. فعشان نكتب هذا البرنامج اول شيء لازم نبلش السميشن هذا من زيرو، وكل مره بصير اضيف له الارقام، يعني هاي الارقام عندي 1 2 3 4 5 وهيك. السميشن لازم نبلش من زيرو، بعدين بضيف له 1 بصير 1، بضيف له 2 بصير 3، بضيف له 3 بصير 6، وبضيف له 4 بصير 10 وهيك. اوكي، فلازم يكون عندي زي متغير اسمه variable بصير يحتوي قيمة المجموع اللي بشتغل عليه. طيب عشان نعرف متغير ونعطيه قيمة 0 في البداية بنحط set sum to 0، اما 0 او بنحط 0 عادي. اوكي، فهيك عرفت السميشن اللي لازم يبلش من زيرو، لانه لو حطيتش بلش من زيرو وحكيت له زيد للسميشن اول اليمنت بحكي لي طب شو قيمه السميشن اصلا عشان ازيد له اول اليمنت، فبصير مشكله. فلازم اي سؤال في سميشن لازم تتذكروا انه لازم نحط قيمه اوليه للسميشن بزيرو، اما هاي بنحطها ست او بنحط initialize نفس الاشي. طيب وبعد هيك كمان بدي زي اشي يلف لي على الارقام من 1 ل 100، الاشي اللي بلف الوايل لوب، بس بدي زي هذا المتغير اللي كان عندي ان اللي ببلش من 1 وبضل يزيد 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 لحد ما يوصل 100. فهذا مثلا بدي اسميه انا count او زي ما بدكم تسموه set count ببلش من 1 اوكي وراح يخلص عند 100. فبحكي له while ما دام هل count أقل أو تساوي، أو هيك بتقدر تكتبوها أقل أو تساوي 100. ليش مساواة؟ لأن أنا بدي المية هاي داخلة في المجموعة حسب السؤال. دو بدنا نحط مجموعة أشياء وبعدين نحط اند وايل. شو لازم نحط هان؟ أهم شيء لازم تكونوا فاهمين السؤال، إني أنا بدي احسب الافرج من 1 ل 100، فبالتالي بدي متغير الف على الارقام من 1 لحد 100. طب لو خليته هيك اول شيء مبدئيا بصير الكاونت بتساوي 1، هل 1 اقل من 100؟ اه، بديش اعمل شيء، برجع بعمل تشيك، هل اقل من 100؟ بضل يلف بدون ما يساوي شيء البرنامج. فشو لازم نساوي؟ اول شيء كل مره بنجمع السميشن، فبالتالي بنحكي السم، او في طريقة أحسن add الإشي اللي فيه بس addition حطوه بهاي الطريقة، add مثلا count to sum. هاي شو معناها؟
اجمع الكاونت للسم. فبالتالي هاي لو بتكون تشوفوها على الهامش هي وكأنها السم بده يصير يساوي القيمة القديمة الأولد سم بلس الكاونت. فبنحط أول إشي الإشي اللي بدنا نجمعه هون والإشي المحصلة اللي راح يأخذ نتيجة الجمع هون. فهاي add count to sum. فبالتالي بتصير السم هي بتساوي السم القديمة زائد قيمة الكاونت اللي هي بتبلش من واحد. تمام؟ لو حطيت هيك بصير الكاونت بيساوي واحد. أوكي، هل واحد أقل من 100؟ add count to sum. فبالتالي بصير السم أول مرة واحد، بعدين هل count أقل من 100؟ وكمان بزيد له الكاونت اللي ما تغيرت قيمتها بتضلها واحد، فبصير السم بيساوي 2، بعدين بيساوي 3 وهيك. بس أنا ما بدي هيك، بدي كل مرة أزيد الكاونت لأنه أول مرة كان واحد، المرة الجاية لازم يكون 2. فعشان نزيد بمقدار واحد على متغير، إذا متذكرين في أول فيديو بنحط increment count. هاي معناها زي ما تقولوا compute count بيساوي count زائد واحد تماما. أوكي، بس عادة الانكريمنت والاديشن الأشياء هيك العملية البسيطة اللي بس بدي أجمع مقدار لمتغير معين أو هيك، استخدموها بهاي الفورمات أحسن ما تستخدموا الكالكوليت أو الكمبيوت. الكمبيوت والكالكوليت لما يكون هيك مثلا 2x زائد 4y زائد 5 أو شيء زي، أو جذر التربيع أو شيء زي هيك، صعب تعبروا عنه بالكلمات البسيطة زي هيك، تستخدموا كمبيوت. بس الانكريمنت ديكريمنت أو اديشن أو ملتبليكيشن بفضل تستخدموها بهاي الشكل. فزدت الكاونت مقدار واحد، كيف طب بدي اتبع البرنامج؟ خلينا نشوف. اول اشي كان السم وكان كاونت. كاونت بلش من واحد، سم بلش من زيرو. باجي بحكي السم الكاونت بيساوي واحد، هل واحد اقل او تساوي 100؟ زيد واحد، زيد الكاونت للسم، فبالتالي هاي السم بيساوي السم زائد الكاونت، فبصير السم بيساوي واحد. وانكريمنت للكاونت، بعد هيك انكريمنت للكاونت، الكاونت بصير 2، هل 2 اقل او تساوي 100؟ خلي السم بيساوي السم، يعني هاي خل اد كاونت تو سم، معناها السم بصير السم القديم اللي هو 1 زائد الكاونت اللي هو 2، بصير 3. وبعد هيك انكريمنت للكاونت بصير 3، نفس الشيء 3 اقل او تساوي 100، وبنفذ هاي العمليات. فهون بقى طبعا بعدها بصير 6 هذا وهيك، وهذا بضل يزيد بمقدار 1. فهيك وكأن أنا بجمع في الأعداد من 1 ل 100 وبحط مجموعهم في السميشن. طيب هيك بعد ما نخلص مثلا وصلت لحد مثلا كانت وصل 98، هل 98 أو 99؟ هل 99 أقل أو تساوي 100؟ زيد الكاونت للسم، مثلا السم مثلا بكون هون 1520 فرضا، بصير اللي هو 1619. أوكي، وزيد هاي مقدار 1 فبتصير 100. هل المية أقل أو تساوي 100؟ فبالتالي زيد 100 للسم فبتصير 1719، وزيد الكاونت مقدار 1 فبتصير 101. وبعد هيك هل المية 1 أقل أو تساوي 100؟ لا، فبالتالي صار هذا الكونديشن فولس، فبالتالي بيطلع بكمل من هون الكود. أوكي، بدي تعرفوا معلومة مهمة، إنه هون الكاونت شوفوا آخر فاليو كان عنده 101 مش 100. وانا اذا بدي احسب الافريج بحسب السميشن بقسمه على عدد الاليمنتس اللي هو 100 في هاي الحاله. تمام، فهون لحد هون هو مجموع الفاليوز من 1 ل 100، بس عشان في الاخر سويت انكريمنت للكاونت ورجعت اعطاني فولس، فبالتالي ظلت قيمه الكاونت 101. فبالتالي هون نيجي بنحكي كومبيوت او كالكوليت زي ما بدكم، افريج مثلا هيك بدي اسميها، بتساوي اللي هي السم، شايفين يعني العمليات اللي فيها قسمة وهيك يعني calculations كثيرة ما بنستخدم add أو increment أو divide أو إشي زي هيك، لأنه فيها شغل أكثر من مجرد ضرب أو جمع. تقسيم، بما إنه هاي الكاونت مش 100 101، وأنا لازم أقسم عدد الإليمنتس اللي هو 100، فباجي بحكي ببساطة count minus 1 عشان تصير 100 هاي. تمام، وخلص بعدها برنت اللي هو الافرج. تمام، فبهيك بكون حليت هذا السؤال بشكل ممتاز. دائما لما تفكروا في الالجوريثمز حاولوا تبعوا زي ما بتبع لكم هون عشان تاكدوا ان حلكم صح. يعني ممكن لو ما تبعتوا كان ما انتبهتوا ان هاي بتخلص في فاليو 101 مش في 100، فلازم نحط كاونت ماينس 1
مش count. اوكي وشايفين الشغلات اللي بدها مثلا sum على count minus one، الاشي هذك يعني مش مجرد قسمة. لو sum على count نقدر نحط مثلا set average equal sum divide by count، نقدر نحطها بالكلمات. بس زي ما تعلمتوا، زي ما علمكم الأستاذ اللي انتم معه، لو حكى لكم اكتبوا كل شيء بالكلمات، لازم تحولوا هاي كلها بالكلمات. بدل equal هاي بتحطوا equal بالكلمات، divide بالكلمات، وكل شيء بالكلمات. اوكي بس يعني الفكرة بتظلها تماما زي ما هي هون. اوكي فهذا المثال فرجاني كيف اللوبس، فرجاني كيف الوايل لوب بالذات، وكيف استخدم الوايل لوب، كيف اتبع، وكيف احل سؤال من هالنوع. اخر ملاحظة عن الالجوريثمز وعن البرمجة لقدام، اول مرة بتشوف الشغلات بتشوفها شوي صعبة، بس ما بتيجي الشغلات الا مع الممارسة. يعني مثلا حضرت هذا الفيديو، وقف بعد ما خلصت الفيديو، حاول مثلا احكي بدي اجمع الارقام من 200 لمثلا 500، وجرب انت اكتب نفس الكود اللي انا كتبته بس بدون ما تشوف الكود. يعني حاول انت هيك فكر فيها من الصفر، وتبع من الصفر، وبعدين اتاكد انه فعلا الالجوريثم اللي كتبتها او الكود اللي كتبته هو زي اللي انا كاتبه، زي الفكره اللي انا مشتغل فيها، على اساس تتمرن على التفكير بهذا النوع من الاسئله. فشو ما تمرنتوا اكثر، شو ما صارت عندكم افكار وصرتوا متمكنين بشكل اكبر. ان شاء الله هذا الفيديو يكون منيح واستفدتوا منه، وبنشوفكم في فيديو قادمه باذن الله.